الأعزاء على بركة الله وتوفيقه ينطلق رابع الأشواط، شوطنا المخصص للقعدان المسافة كيلو ونصف الكيلو. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بكب مقدمة من الظافر علي بن جميل الوهيبي. أبدأ مباشرة مع المركز الأول، مزعج الآن يشكل الإزعاج على مقدمة هذا الشوط، عبد الله بن طويرش الوهيبي يطرش بن طويرش إلى الصدارة إلى المركز الأول، نقلة وانتقالة على مركز الوصافة. نتابع من يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات، موادع عبد الله بن حميد العمري، والانتقال على ثالث المراكز الرهاوي محمد بن حمدون بن حمود الفزاري، والانتقال على المركز الرابع لأجد مشاغب سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي. ولكن هنا مزعج، الله يا مزعج، يشكل الإزعاج على مقدمة هذا الشوط، ينهل من موارد الصدارة العذبة عبد الله بن طويرش الوهيبي. المركز الثاني وصل شاهين علي بن عامر بن سعيد الغفيلي. المركز الثالث يتقدم شاهين احمد بن حمد بالشرجي الوهيبي، ولكن ما زال شاهين، غير شاهين، انتقل الى المركز الاول. المركز الثاني يتقدم الخروف جاسم بن محمد العمري. الله، اجتماع غير عادي، يختطف الصدارة. مروح بالسيارة، روح بالناموس شهاب بن حمد الجحافي، ولكن يأتي جبار. الله، على هذا الجبروت، على هذه المنعة، على هذا العتو، جبار جبار، محمود بن سعيد بن محمد الجحافي ينتزع جبار السيارة في الشوط الرابع. تهانينا لمحمود بن سعيد بن محمد الجحافي. المركز الثاني كان مع مروح لشهاب بن حمد بن علي الجحافي. المركز الثالث كان من نصيب شاهين احمد بن حمد بالشرجي الوهيبي. المركز الرابع حضر فيه اكسبو لحمد بن سعيد بن مبارك البرطماني. والمركز الخامس لهب في هذا الشوط الملتهب لسعيد بن علي بن حميدي الوهيبي. توقيت جبار، دقيقتان ثلاث ثواني 94 جزءا من الثانية. تهانينا لجبار، لمحمود بن سعيد بن محمد الجحافي على انتزاعه للسيارة وحصوله على مركز الريادة والسيادة في شوطنا الرابع. لا يسعنا